السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، كل عام وأنتم بخير. إليكم جدول امتحان نهاية العام للعام الدراسي 2021. اليوم الأول 2/31/5/2021، المادة لغة عربية، الزمن 2:30، من الساعة 9 حتى الساعة 11:30. اليوم الثاني الثلاثاء 1/6/2021، المادة لغة أجنبية، الزمن 2:00، من 9 إلى 11:00. يوم الثالث الأربعاء 2/6/2021، المادة جبر وإحصاء، الزمن 2:00، من 9 حتى 11:00. يوم الرابع الخميس 2/6/2021، المادة هندسة، الزمن 2:00، من 9 إلى 11:00. اليوم الخامس السبت، الزمن المادة دراسات اجتماعية، 5/6/2021، الزمن 2:00، من 9 إلى 11:00. اليوم الأخير الأحد 6/6/2021، المادة علوم، الزمن 2:00، من 9 إلى الساعة 11:00. كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للمواد الغير مضافة، الجدول موجود على قناة مسبقا، وده جدول مختلف عن هذا الجدول. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.